بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله نتناول الدرس الخامس من دروس شابتر 4، وهو يحدثنا عن الفوليوم أوف ريفوليوشن، الحجوم الدورانية أو الأحجام التي تنتج من الدوران. طبعا ريفوليوشن او الروتيتنج او الريفولفنج كلها بنفس المعنى، تعني الدوران. عشان يتولد حجم بالدوران يعني لابد ان يكون هذا الحجم ناتج من دوران مساحة، يعني هنا المساحة اللي هي المظللة بتدور دورة كاملة حول هذا المحور الافقي، فتعطيني حجم جسم دوراني عبارة عن حجم اسطوانة. هذه الاسطوانة طبعا ليست مفرغة كما كان في الدرس السابق، لا، هي هنا مصمطة، يعني مليانة من جوه. فإذا كانت هي مصمطة فبنسميها ديسك ميثود، يعني الرسمة الأولى دي تمثل ديسك، منحنى واحد يعني ديسك ميثود. الرسمة الثانية هنا نصف دائرة لما تدور دورة كاملة حول الانديكيتد اكسس ده اللي هو المحور الأفقي، اللي هو زي محور اكس يعني عندنا، فتديني كرة. هذه الكرة لها حجم، حجمها بنحسبه باستخدام التكامل، برضو دي ديسك. هنا مثلث، المساحة اللي داخل المثلث مع المثلث نفسه بيدوروا دورة كاملة فبيديني مخروط. لكن هنا مستطيل، شوف، معلق بين المحور وبين، فلما يدور يعطيني هنا في الداخل هنا في منطقة مفرغة، فدي تبقى ووشر ميثود. مقصود بالووشر اللي هي الوردة اللي هي مفرغة من جوه، ودايما الوشر بتكون بين منحنيين، لكن الديسك بتكون تحت منحنى واحد، يعني مساحة تحت منحنى بتدور دورة كاملة حول احد المحاور فتعطيني حجم دوراني اللي هو الفوليوم اوف ريفوليوشن. كيف نحسب حجم الجسم الدوراني باستخدام التكامل؟ بنحسبه بقاعدة بسيطة جدا اللي هي القاعدة V بتساوي integral from a to b pi f of x الكل تربيع dx، اللي هو دي القاعدة volume على طول. مش هنستخدم اللي هي a of x دي اللي هي بتاعت الطبقات او اللايرز دي، مش هنستخدمها، هنستخدم بس v بتساوي integral، ممكن الباي تطلع برا، يبقى احط الدال اللي هي f of x واربعها واحط باي واطلع التكامل ده، يبقى هو ده الحجم الدوراني زي ما احنا شايفين في هذه الرسمة. ده لو كان بيدور حوالين اكس، فلازم تكون الداله اف اوف اكس اللي هي واي، يعني تكون الداله واي، والحدود تبقى حدود الاكس فروم اي تو بي، والتكامل بالنسبه الى اكس. طيب اذا كان بيدور حوالين واي، نشوف برضو قبل المثال دوت، اذا كان بيدور حوالين واي زي الشكل ده، طبعا ده ديسك برضو، ديسك ميثود. اذا كان بيدور حوالين واي فلازم الداله تكون اكس تساوي، فتبقى جي اوف واي اللي هي اكس يعني كل تربيع في باي من سي الى دي اللي هي حدود على الواي بالنسبة الى واي. ده القانون الثاني اللي هو لو كان الدوران حول واي. طبعا في السؤال لازم يديني الدوران يكون حوالين اكس ولا حوالين واي، لازم يكون واضح في السؤال، ولازم يكون في السؤال كلمة فوليوم. شوف اول مثال، مثال ثلاثة، باي ريفولفينج بالدوران ذا ريجون اندر، ريجون يعني مساحة، اريا under the curve y equal square root of x، كلنا عارفين الشكل بتاعه، يبقى هذه المساحة اللي تحت هذا المنحنى كلها كده بتدور دورة كاملة حول about x axis. find the volume of the resulting solid، الجسم الناتج، هنا بيقول جسم طبعا، مش مفيش فراغ جوه، هو مصمت، of revolution using the method of disks to compute volume. يعني الجملة الأخيرة دي مش ملهاش لازمة في الحسابات، لكن احنا عشان نحسب بالشكل ده نحط القانون على طول. احنا بندور حوالين محور اكس، فيبقى الفوليوم في بيساوي الباي، بنفضل دايما نحطها برا التكامل كده، تكامل from a to b اللي هي من 0 الى 4، اللي هي من هنا من عند 0 لغاية كام؟ 4. المنحنى نفسه اللي هو جذر اكس ده اكتبه هنا واربعه واقول له بالنسبه الى اكس، وده تكامل بسيط جدا، لان يعني بعد ما اربع السكوير روت اوف اكس هيبقى اكس بس، فلما اكامله هيبقى اكس سكوير على 2، اكس تربيع على 2، يعني 16 على 2 ب 8، يبقى كله 8 باي، والتاني 0 مش هيتحسب. يبقى دي كده اول مساله.
طيب يبقى هو في السؤال لازم يديني الدوران حوالين اكس ولا حوالين واي ويديني المعادله. لو اداني المعادله صريحه في واي وبيدور حوالين اكس اوكي. طيب لو كان بيدور حوالين واي يبقى لازم تكون صريحه في اكس، يعني اكس تساوي. شوف المثال اللي بعده. Find the volume of the solid resulting from rotating the region bounded by the curve y equal 4 minus x square. كده المعادلة صريحة في مين؟ في y. طيب and y equal 1 from x equal 0 to x equal square root of 3 about y axis. هنا بقى about y axis دي هتغير لنا اللعبة دي كلها، لأنه هنا ال y تساوي، أنا مش عايز y تساوي بقى خلاص، عايز x تساوي. طالما بيدور حوالين y لازم x اللي تساوي. فأقول له y equal 4 minus x square، هنعدلها كده نخليها x square يساوي 4 minus y، واخد السكوير روت يبقى x تساوي square root of 4 minus y. دي المعادلة الجديدة اللي انا هستخدمها، دي هستخدمها لان لما بدور حوالين y لازم تكون معادلة صريحة في x. طب الحدود، هو هنا مديني حدود للx، x يساوي 0 و x يساوي جذر 3. x يساوي 0 هنا و x يساوي جذر 3 هنا، عفوا x يساوي دي هنا 3، لا يبقى هنا في الحالة دي x يساوي جذر 3 اخد الجذر 3، هي مش في الرسم يعني، اعوض بيها غالبا جذر 3 هي النقطة دي، اعوض بيها في المعادلة x يساوي جذر 3 اعوض بيها هنا، يبقى y يساوي 4 ناقص جذر 3. يعني نكتب هنا لما كان x بزيرو الواي يبقى بكام؟ لما كان x بزيرو فالواي هيبقى هنا 4 ناقص 1، 4 ناقص 0 4، يبقى واي ب 4 لما كان x بزيرو، يبقى دي النقطة الأولى اللي هي 4. طيب ولما كان x بجذر 3 كان الواي بيساوي جذر 3 يبقى 4 ناقص جذر 3 تربيع يعني 3 يعني، يبقى واي يساوي كام؟ 1. هو هنا مديني فعلا واي يساوي 1 اهي، واي يساوي 1 اللي هي النقطة دي. يبقى حدود الواي من 1 لغاية كام؟ لغاية 4. يبقى هنا الفوليوم بيساوي باي انتجرال حدود الواي بقى من 1 إلى 4. ما أقولش بقى من صفر، لأن الصفر بالنسبة للإكس إدتني 4 اللي هنا الواي، وهنا هو عايز من واي يساوي 1. يبقى المعادلة اللي هي جذر 4 ناقص واي الكل تربيع with respect to y. لما اربع الجذر التربيعي يروح الايه؟ الجذر، يبقى باي تكامل من 1 الى 4، وده تكامل بسيط، تكامل بسيط جدا، اقدر احسبه مباشره على طول، واقدر احسبه بالاله الحاسبه بيطلع 9 over 2 باي. طبعا الاله الحاسبه ما فيهاش واي، فبحط الواي مكانها اكس، لان التكامل المحدد لا يعتمد على المتغير وانما يعتمد على الداله نفسها وحدود التكامل. فلو كان ده من 1 ل 4، 4 ناقص x دي x، هو نفس القيمه 4 ناقص y دي y، هو نفس القيمه 4 ناقص t دي t، فلا يعتمد على المتغير نفسه وانما يعتمد على الحدود والداله اللي بتتكامل. طبعا التكامل ده لما اكامل 4 ماينس y كلكم عارفين هيبقى 4y ناقص y سكوير على 2، واعوض مره ب 4 ومره ب 1 واطرح يطلع لي هذا الناتج. طيب نشوف المثال اللي بعده. طبعا الجزء اللي فيه حساب التكامل انا طبعا سايبه لكم، لانه هيكون احنا درسناه في شابتر 1 و 2 و 3، فخلاص احنا هنا بس بنطبق على القانون ونطلع الناتج على طول. ووشر ميثود، يعني احنا قلنا ووشر اللي هو يكون ايه؟ بين منحنيين، مش منحنى واحد لا، بين منحنيين. فبين منحنيين هيبقى في فراغ في هذا الشكل. هنا بيقول لي calculate the volume، وبعدين عايز على x axis وعلى y axis و the line y equal to، دي مش علينا اللي هي رقم c مش علينا، يعني برضو حوالين y وحوالين x. وبعدين which are is bounded by the graphs of y equal 1/4 x square x equal 0 y equal 1. طبعا 1/4 x square هو عبارة عن ايه؟ parabola، قطع مكافئ، open upward مفتوح لأعلى، اللي هو الشكل القوس دوت يعني. x يساوي 0 y يساوي 1، ماشي. لو y يساوي 1 يبقى هنا اعوض عن x، يبقى x ب 2 طبعا على طول، لانه هنا هتبقى 4 في 1 ب 4، واخد جذرها يبقى النقطه دي كام؟ 2.
طيب هو بيدور حوالين مين؟ حوالين محور الواي. لما يدور حوالين محور واي هيديني الشكل ده بالظبط، بس هل الشكل ده مفرغ ولا مصمت؟ نقول لا مصمت، لان كل دي مساحة كاملة، فمش هيكون في فراغ جوه الشكل ده، فتبقى دي ديسك ميثود، يعني احلها على طول ديسك ميثود. فيبقى هنا الفوليوم في رقم A اللي هو بيدور حوالين واي اكسس، هقول له فوليوم بيساوي باي، حدود الواي من 0 الى 1 حسب ما هو مديني. وبعدين الدالة دي لازم تكون صريحة في اكس ولا صريحة في واي؟ طبعا هو مديها لي صريحة في واي، لا اخدها كده على جنب وحولها تكون صريحة في اكس، يعني واي يساوي ربع اكس سكوير، دي عاوزها تكون اكس تساوي، فببساطة اضرب 4 في واي ب4 واي، فيبقى اكس سكوير يساوي 4 واي، اخد الجذر التربيعي يبقى اكس يساوي بلس اور ماينس سكوير روت اوف 4 واي، انا باخد دايما البلس ما باخدش الماينس، فاخد هنا الدالة اللي هو سكوير روت اوف 4 واي اول سكوير بالنسبة الى الواي. ده كده اول مطلوب. وطبعا لما اربع الجذر التربيعي يروح الجذر التربيعي يفضل لي 4 واي، 4 واي يتكامل بكل بساطة يبقى 4 واي تربيع على 2 يعني 2 واي، ولما عوض من واحد من 0 الى 1 عوض الاول بواحد، فيطلع كل الناتج كام؟ 2 باي. طبعا ده فوليوم يونت، وحدة حجم يعني. طيب الشكل الثاني ده بيقول لي بقى هو هيدور المره دي حوالين مين؟ حوالين اكس، حوالين محور اكس. ففي هذه الحاله الشكل اللي هيطلع ده هيطلع فيه هنا ايه؟ فاكم في النص هنا، فراغ، الجزء اللي هو اللي عامل زي المخروط ده مفرغ، لكن مصمت من هنا، ده كل ده مصمت لكن في فراغ هنا. طبعا متخيلين الشكل يعني. وطالما في فراغ يبقى ديت ووشر ميثود، وطالما ووشر ميثود يبقى لازم ادور على دالتين. الدالة الأولى احنا عندنا دالة واحدة بس اللي هي y تساوي 1/4 ربع x سكوير، انا عايزها طبعا تكون صراحة في y. طيب الدالة التانية بقى اللي هي بتقفل الشكل، الدالة دي ده دي خط مستقيم، بتمر بالنقطة واحد ماشي، وتوازي محور x، اوكي، يبقى اسمها y equal 1. يبقى انا هنا الفوليوم بتاعي بطريقة الووشر ميثود هيساوي باي تكامل، حدود دلوقتي حدود مين؟ حدود الاكس، لانه بيدور حوالين اكس من 1 الى 2. الداله اللي بره الاوتر فانكشن، او احيانا بيسموه الاوتر ريديوس اللي هو الايه الخارجي، خارج الشكل يعني، اللي هو الحد اللي بره اللي هو واي ايكوال 1، اقول له 1 تربيع ناقص الانر اللي هو مين بقى؟ اللي هو المنحنى ده اللي هو ربع اكس تربيع، يبقى ناقص ربع اكس تربيع. انا عايز الدوال هنا صريحة في ايه؟ في واي، الكل تربيع بالنسبة لمين؟ بالنسبة لاكس. طيب افك بقى القوس اللي هو ربع اكس تربيع ده، يبقى اكس اس 4 على 16، والواحد تربيع بواحد، واكامل برضو هذا التكامل، تكامل بسيط ما في اي مشكلة. الواحد هيكون اكس، واكس اس 4 هتبقى اكس اس 5 على 5، يبقى اكس اس 5 على 5 في 16 80، دي اشاره ناقص طبعا. فهنا يساوي طبعا هاخد الحدود من 0 الى 2، اعوض مره ب 2 ومره ب 0، اللي 0 يطلع 0، في هنا باي طبعا. لما نعوض ب 2 هتلاقي ده 2 ناقص 32 على 80، فاحسبها يطلع في الاخير 8 على 5 باي. تمام. اذا دلوقتي السؤال عشان احله في الفوليوم لازم اشوف هو ديسك ولا ووشر الاول، وبعدين ابدا احسب باستخدام قانون الديسك وقانون الووشر. طبعا بالتاكيد هنا كمان بيتكلم على الووشر مره ثانيه، بيقول لي ان القانون بقى بتاع الووشر هيكون فيه دالتين، فاف اوف اكس ده تربيع ناقص جي اوف اكس تربيع بين دالتين، يعني دي كده ووشر اللي هي زي المساله اللي حليناها في المثال اللي فات. ايضا لو كان بالشكل دوت بيبقى اللي هو دوران حوالين الواي، يعني يبقى دبليو اوف واي ناقص في اوف واي كل تربيع طبعا للاثنين، والباي دي للكل بره، وتكامل من سي الى دي، ده اللي هو الفوليوم لو كان
على طريقة الووشر ميثود. كده ده اللي طبعا في ملخص لهذا الكلام في الأوراق القوانين، وهنا ممكن نبدأ في الاكسرسايز إذا كان الوقت يعني معقول. 15 دقيقة كويس جدا. هنا القوانين هي بتاعت الفوليوم، احنا اتكلمنا عن اللي فوق طبعا خدناهم، ده اللي هو الدرس الخامس 4-5. طبعا هنا فوليوم اوف ريفوليوشن، هنا واضح جدا انه الطريقة الاولى دي طريقة اللي هي الديسك ميثود سواء على الاكس او على الواي، والناحية التانية طريقة الووشر ميثود سواء كانت على الاكس او على الواي. في كل المرات لازم اربع الدالة واضرب بره في باي واحط حدود الاكس واقول له بالنسبه للاكس، هنا برضو بربع الداله تكون صريحه في اكس، دي صريحه في واي، يعني ده قيمته واي، واي تساوي، وده قيمته بيكون اكس يساوي طالما بدور حوالين واي يعني، ويبقى بالنسبه لواي ومن سي الى دي حدود الواي واحط باي بره، من اسهل ما يكون يعني الحجم، وقانونه سهل الحفظ وسهل التطبيق، ما فيش في اي مشكله ان شاء الله. نيجي للتمارين. التمارين المرسومه طبعا من الاشياء المهمه عندنا، وبس نشوف ايه المطلوب. هو طبعا في حاجة مظللة، طب هو عايزها مساحة ولا عايزها حجم ولا عايزها ايه بالظبط؟ فنشوف find the volume، يبقى كده عرفنا ان احنا ايه في الفوليوم للجسم الدوراني الناتج من دوران المنطقة المظللة. هنا ما اعطاني في السؤال ما اعطاني المعادلة ولا اعطاني الحدود، لكن موجود على الرسم. فمثلا لو خدنا على سبيل المثال رقم واحد، هقول له الفوليوم اللي هينتج من هنا هيكون طبعا ديسك، مش هيكون ووشر، وهيكون نحط باي، طبعا هو بيدور حوالين مين كله اكس اكسس، يبقى المعادله تكون صريحه في واي. طيب هل المعادله اللي عندي صريحه في واي؟ اكس بلس 2 واي ايكوال 2، لا مش صريحه في واي. فانا اخليها صريحه في واي ازاي؟ اخلي 2 واي ايكوال 2 ماينس اكس، وبعدين واي ايكوال اقسم على 2 2 ماينس اكس على 2، كده خليتها صريحه في واي عشان استخدمها هنا، يبقى 2 ماينس اكس اوفر 2 اول سكوير بالنسبه الى الاكس. الحدود بقى تبقى من كام؟ من 0 ل 2 اللي هي حدود الاكس. هذه المعادله لو انا كاملتها تطلع لي مباشره 2 على 3 باي، وتكاملها سهل جدا ما فيش فيه اي مشكله، سواء بطريقه الحسابات من شابتر 1 و 2 و 3 ولا باستخدام الحاسبه هيطلع نفس الناتج ده 2 على 3 باي. ايضا المساله رقم 2، هو المنحنى واي بيساوي ساين اكس كوزين اكس، وهو صريح في واي يعني، ولذلك الفوليوم هنا هيكون حسابه على طول بسيط. هقول له رقم، ده رقم واحد، ده رقم اتنين، فوليوم بيساوي باي تكامل من صفر الى باي على اتنين حسب الرسمة قدامي، طبعا دي حدود الاكس لاني بدور حوالين اكس، الدالة تكون صريحة في واي يعني ساين اكس كوزين اكس كما هي اخدها، الكل تربيع، وده معناه ان هربع الساين وربع الكوزين لان التربيع ده يتوزع على الضرب عادي، وبعد ما اربحهم ابدا ايه اكملهم، وتكاملهم بسيط برضو، ولكن يعني ممكن ياخد غلبه شويه لانه هيبقى ساين سكوير كوزين سكوير، وانت عارف كل واحد منهم له قانون مختلف اللي هو نص في واحد ناقص كوزين 2 ثيتا او 2 اكس، وده نص في واحد زائد كوزين 2 ثيتا، وبعدين اضربهم وتطلع الربع بره. في الاخير بيطلع هذا الكلام بيساوي باي سكوير على 16 اللي هو تقريبا كرقم 10 بيساوي 0.6685. تمام، زي ما كان في دوران في السؤال الاول حوالين اكس، هيكون في السؤال الثاني دوران حوالين الواي، نفس الرسمات ولكن اختلاف بسيط. الرسمه الاولى ديت والرسمه رقم 3 ناخدهم. رقم 1 طبعا هو بيدور حوالين واي، بيدور حوالين واي، فلازم يكون الداله صريحه في اكس، بس هذه الرسمه لما تدور حوالين واي كده يا شباب هتديني حاجة ديسك ولا ووشر؟ نقول له لا ده يبقى ووشر لأنه هيبقى فاضي في النص، الجزء اللي في النص ده فاضي، فيبقى ده ووشر يعني بين منحنيين. في المنحنى الأول اللي هو الخط الأحمر ده اللي هو اسمه إيه؟ ده بيوازي محور واي وبيمر بنقطة واحد، يبقى اسمه إكس يساوي واحد. أنا بدور حوالين محور واي، فيبقى إذن الدوال تكون صريحة في إكس، الدالة اللي بره اللي هي واحد أربعها ناقص الدالة اللي جوه اللي هي تان واي، الكل تربيع. طيب بالنسبة لمين؟ بالنسبة لواي لأنه بيدور حوالين واي. طيب والتكامل؟ أهو تكامل. طب فين حدود الواي؟ من صفر إلى باي على أربعة.
كلام جميل، واحط هنا باي بره واقول له ده في بتساوي. انا جبتها كده معكوسه بس يعني ايه، طبعا انتوا فاهمين الوضع ماشي ازاي. طيب في هذه الحاله التان سكوير دوت هحوله الى 6 سكوير ناينس 1، وبعدين ال1 والبلس 1 يبقوا 2، وال6 سكوير يطلع تان في التكامل، فيطلع كل ده بيساوي 2 واي يعني بعد ما كامل يدوي ناقص تان واي من، وفي باي بره برضو يعني كده انا كملت، بس التعويض لسه بقى هعوض من 0 الى باي على 4. انتوا عارفين ان باي على 4 التان بتاعها بواحد، وهضرب 2 في باي على 4، فيطلع كل الحساب ده بيساوي بعد ما عوض بال طبعا تان 0 ب 0 و 2 واي ب 0، يعني الزيرو مش هيأثر معايا، بس التعويض هنا هيبقى في باي، وهنا 2 في باي على 4 يعني باي على 2، وتان باي على 4 ده بواحد، فيبقى كل الحكايه باي بره في باي على 2 ناقص 1. عايز بقى تضرب باي هنا تبقى باي في باي، باي تربيع على 2 ناقص باي برضو ماشي، يعني ممكن اقول باي تربيع على 2 ناقص باي، الجوابين كلاهما صح. ولو حسبتها بالارقام على اساس ان الباي بتساوي 3.14 فيطلع ليا تقريبا 1.793، ولكن ده جواب تقريبي، الجواب الصحيح هو واحد من دول، يا اما ده يا اما اللي قبله، مفيش مشكله. طيب رقم 3 انا بحل بسرعه شويه طبعا لاني يعني بكلم ناس فاهمين الدرس، وانت وقف الفيديو حل، حل لوحدك وبعدين شوف الحل ازاي. في بيساوي طبعا ده لما يدور حوالين واي هيكون الدوران هنا حوالين واي بالشكل ده كده، هيكون ديسك ولا واشر؟ نقول لا ده ديسك، لانه لما يدور كده مش هيبقى في مكان فاضي خالص، هتبقى كلها مصمطه. طيب نمسح الشخبطه دي، احنا طبعا لازم نرسم كده عشان نتخيل الشكل. هقول له دلوقتي انا هكامل، احط الاول باي تكامل كده، ديسك ولا واشر؟ ده ديسك. طيب منحنى واحد ولا منحنيين؟ منحنى واحد بس، لانه الديسك منحنى واحد، لكن الواشر منحنيين زي السؤال الاول. من صفر الى كام؟ من صفر الى واحد. طيب فين المعادله؟ اكس يساوي تان باي على 4 واي، لازم تكون صريحه في اكس، وهي فعلا مديها لي صريحه في اكس، فيبقى تان باي اوفر 4 واي اول سكوير. لما احب احطها اول سكوير في الاله الحاسبه اعمل قوس كده بره واحط ايه سكوير، بس ما فيش عندي واي في الحاسبه احطها اكس. ولما نكملها هتساوي 0.273 باي كده بالشكل ده. طبعا رقم 2 لو لفت حوالين محور واي، لو في روتيتنج اباوت واي اكسس، هيبقى برده ديسك ميثود، وهو مديها لي اكس يساوي 3 واي على 2. نسيبها دي تمرين او يعني اضافي للايه للطلاب يستفيدوا منها. طيب ننتقل للسؤال 3، find the volume برضو، find the volume of the solid produced by rotating the shaded region about the indicated axis، يعني على المحور المحدد، المحدد اللي هو عليه الدوران، يعني علامة الدوران موجودة عليه اهي، شايفها ازاي؟ يعني الاربعة اللي فوق دولي بيدوروا حوالين واي، والاربعة اللي تحت بيدوروا حوالين محور اكس. ناخد يعني مبدئيا سؤالين كده 2 و4. طبعا هتلاحظ 2 لما يدور حوالين واي هيبقى ايه؟ واشر، لان فيها هيبقى فراغ في النص، ارسمها بايدك وجرب. ايضا رقم 4 هيكون واشر، بس خلي بالك النقطه اللي بكامل عندها هنا هتبقى عند النقطه نص، اللي هي النقطه دي اللي هي عند 2 يعني، لان دي بتساوي واي بتساوي 1 على اكس، دي واي المعادله واي بتساوي 1 على اكس، وطالما هو بيدور حوالين واي يبقى عايز المعادله صريحه في اكس، فاقول له اكس يساوي 1 على واي. فواحد على اكس النقطه دي باتنين، يبقى 1 على 2 النقطه دي نص، يبقى حدود التكامل من نص لغايه كام؟ النقطه دي اللي هي 3. هنحل 2 و4، ولكن الرسومات دي كلها حاول تحلها كتدريب، كلها ممتازه وكلها يعني فكره واحده عن الحجوم الدورانيه. بالنسبه لرقم 2، 2 ما اتكلمناش عليها، هي 2 طبعا بين منحنيين، المنحنى الاول ده اللي هو عند 2 بيوازي محور واي وبيمر بالنقطه 2، يبقى اسمه اكس يساوي 2، واللي جوه ده اكس يساوي واي سكوير ناقص 1،
ولا واي هو واي يساوي اكس سكوير ناقص واحد. طبعا واي يساوي اكس سكوير ناقص واحد، انا عايز يكون صريح في اكس ولا في واي؟ اقول له يكون صريح في اكس طالما بيدور حوالين واي، فاخلي اكس تربيع في جهه لوحدها واحول الواحد يبقى واي بلس 1، فيبقى الاكس نفسه بيساوي جذر سكوير روت واي بلس 1. دي اللي هستخدمها في الحساب. يبقى عندي معادلتين، 2 وجذر واي زائد 1، الجذر التربيعي واي زائد 1 للمعادله رقم 2 يعني. فهقول له 2 اهيت الفوليوم بيساوي باي تكامل من 0 الى 3، الداله الاولى اللي هي 2 تربيع اربعها اللي هي اكس يساوي 2، والداله الثانيه جذر واي زائد 1 والكل تربيع، ده معناه ان الجذر هيروح يفضل لي واي زائد 1 بس الناقص دي تدخل على الواي وتدخل على الواحد. وبعد كده اكامل، وبعد ما اكامل اعوض مره بثلاثة ومره بزيرو حسب هل كنتوا تكملوها، ويطلع في الاخير 9 على 2 باي. السؤال 4 زي ما قلنا الفوليوم بيساوي باي انتجرال اوف، طبعا هما بيدوروا حوالين واي فلازم تكون المعادلات صريحه في الاكس، لازم تكون المعادلات صريحه في اكس. فيبقى هنا التكامل من نص الى 2، الداله الخارجيه اللي هي دي الخط اللي عند 2 دوت اللي هو الخط الراسي اكس يساوي 2، والداله الداخليه اللي هي اكس يساوي 1 على واي، يبقى 2 تربيع ناقص 1 على واي تربيع بالنسبه الى الواي. اذا حسبته برضو هيطلع 4.5 باي او 9 على 2 باي، نفس القيمة اللي فوق طبعا صدفة يعني. باقي المسائل اللي مرسومة ديت يعني ياريت نتدرب عليها، كلها مسائل كويسة، بس اخد بالي اذا بدور حوالين واي يبقى المعادلات صريحة في اكس واشوف ديسك ولا ووشر والحدود حدود الواي، اذا بدور حوالين اكس يبقى تكون بالنسبة لاكس والدوال صريحة في واي زي الدالتين دول كده واي يساوي واي يساوي، والحدود تبقى حدود الاكس من صفر لواحد، الداله الاولى ناقص الداله الثانيه، او الداله الخارجيه ناقص الداله الداخليه، او الاوتر ريديوس ناقص الانر ريديوس زي ما بيقولوا في الطريقه الثانيه اللي هي سلايدز. Find the volume of the solid that results when the region enclosed by the given curves revolved about the x-axis. هنا الدوران حوالين x-axis، وهنا نحتاج لازم نرسم الشكل اللي بيدور عشان نعرف هو بيدور فين بالظبط، وبيدور حوالين اكس ولا واي. هنقول له ادي محور الواي وادي محور الاكس مثلا كده، الداله اسمها واي ايكوال اي تو باور اكس اللي هي الداله اللي هتدور اللي هي دي طبعا، هي والمساحه اللي تحتها، فهتكون الداله دي شكلها ماشيه كده، هي طبعا الداله اي اس اكس داله تزايديه وبتكون متجهه للاعلى وبتمر بالنقطه اللي هي 0 1، لان اي اس 0 بتساوي كام؟ 1. بس ناخدها بلون تاني كده عشان يكون تبان اكتر كده، اي اس اكس بالشكل ده. طبعا ده يعتبر اساين بتوت خط تقاربي يعني، دي النقطه اللي هي بتكون كام عند الواي ب 1. هو بيقول لي انا عاوز واي ب 0 اللي هو محور اكس يعني، اكس بزيرو اللي هي النقطه دي تبقى واي بزيرو برضو، واكس يساوي لين 3، لين 3 اعتبره نقطه هنا كده لين 3 يعني 1 فاصلة حاجه لين 3 رقم يعني. يبقى هذه المساحه لما تدور هو عايزها تدور حوالين مين؟ حوالين محور اكس اكسس، يبقى نحط علامه الدوران على اكس اكسس كده. طيب هنا المساحة دي لما تدور تبقى ديسك ولا ووشر؟ نقول له دي تبقى ديسك، لأن هي تبقى تعتبر مساحة مصمتة مفيش فيها فراغ يعني. فيبقى أحط الفوليوم في بيساوي باي، أنا بدور حوالين إكس يبقى الدالة تكون صريحة في واي، هي فعلا صريحة في واي، إي أس إكس الكل تربيع، ودي معناها إي تو باور 2 إكس بالنسبة إلى إكس، والحدود تبقى من 0 إلى لين 3. لما نكامل الكلام ده ونعوض لين 3 حد علوي
ونعوض زيرو حد سفلي يطلع في الاخير كل الحساب ده يساوي 4 باي. وانا عايزك انت تحسبها برضو بايدك زي ما درسنا في شابتر 1 و 2 و 3 وتشوف طلعت ازاي 4 باي. كده هيكون بقى لنا سؤالين. السؤال 17 برضو عاوزه حوالين محور اكس، وهنا برضو لازم انا اكون عارف الشكل اللي هو اكس يساوي جذر واي، لازم يكون معروف الشكل دوت عندنا. وهقول لك ازاي تطلع الشكل نفسه بالمعادلات اللي انت عارفها واللي خدناها في بداية شابتر 4. ارجع للمقطع بداية شابتر 4 لما كنا بنتكلم على المعادلات المشهورة وازاي ارسمها. اكس يساوي جذر واي، خلي بالك اكس يساوي جذر واي. طبعا انا هنا بدور حوالين محور اكس، فانا عايز الدالة تكون صريحة في مين؟ صريحة في واي. فالشكل ده كده ما ينفعنيش، اربع الطرفين يبقى هنا الواي بتساوي اكس سكوير. دي معادلة احنا عارفينها، واي يساوي اكس سكوير، هي المعادلة اللي بتكون مرسومة بهذا الشكل. طبعا لما ربعنا واي يساوي اكس سكوير مفروض تبقى من هنا ومن هنا كمان يعني، ولكن هي عشان جذر واي فتبقى بس المنطقة اللي هي اليمنى دي، وطبعا ماشية الى ما لا نهاية. اكس يساوي واي على 2، هذا خط مستقيم. يعني اكس يساوي واي على 2، خلينا برضو نحوله، يعني اكس يساوي واي على 2، انا عايزه واي يساوي، اقول له واي يساوي ايه؟ اقول له واي يساوي 2x، واي يساوي 2x، يبقى المعادله اهيت والمعادله ديت. مين اللي بره ومين اللي جوه؟ هنشوف. لو رسمنا الخط اللي هو واي يساوي اي تو باور 2x هيكون هنا كده، يعني كده تقريبا اهو، ده واي يساوي 2x. زي بالظبط واي يساوي اكس، نفس الكلام. المساحه اللي هتدور هي المساحه دي، تمام. باقي بس ان انا اعرف النقطه دي كام عشان اكامل من صفر لغايه هذه النقطه، النقطه دي اقدر اعرف النقطه دي. نقول له احنا عندنا معادلتين، المعادله الاولى اكس تساوي جذر واي، والمعادله الثانيه اكس تساوي واي على 2. طيب احنا حولنا المعادله دي الى اللي هي واي تساوي، قلنا واي تساوي كام؟ اكس سكوير. ولما حولنا دي برضو الى تكون صريحة في y فقلنا y تساوي 2x. طب تمام، اساوي المعادلتين دول ببعض y و y، يبقى x سكوير equal 2x، دي معادلة كوادراتيك من الدرجة التانية، اخليها صفرية، x سكوير minus 2x يساوي 0، اخد x common factor يبقى x minus 2 equal 0، يبقى عندي نقطتين اما x بزيرو او اكس بتساوي 2 اللي هي نقاط التقاطع بينهم، 0 اللي هي هنا و2 اللي هي النقطه دي. اذا كده اقدر اجيب الفوليوم اوف ريفوليوشن وانا مطمن. في بتساوي باي حدود الاكس من 0 الى 2 لانه بيدور حوالين اكس، الداله اللي بره اللي هي الخط المستقيم اللي هي 2x واربعها، الداله اللي جوه اللي هي y equal x سكوير برضو x سكوير واربعها بالنسبة إلى x. طبعا بعد مربع وأكامل يطلع ليا بيساوي 64 over 15 باي. ده الجواب النهائي. وننتقل إلى السؤال الأخير في درس الفوليوم. Find the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by the given curves about y axis، يعني حوالين ال y، وبيقول لي sketch the region، ارسم المنطقة. يعني x يساوي 2 square root of y، خلي بالك 2 square root of y برضو عشان تتخيل شكلها، x يساوي 2 square root of y، اذا ربعنا الطرفين يبقى هنا x square يساوي كام؟ 4y، يعني y يساوي كام؟ y يساوي 1/4 ربع x square. طيب ربع اكس سكوير ده شكله ازاي؟ نقول له ده زي واي يساوي اكس سكوير بالظبط، بارابولا واوبن ابورد، مفتوح لاعلى، بارابولا ومفتوح لاعلى. بس طبعا احنا عشان كنا في جذر تربيعي فبناخد الجزء الموجب بس اللي هو الجزء اللي في الربع الاول يعني. فهنا لو رسمت الشكل هيطلع ليا عامل كده بالظبط، نفس المساله اللي فاتت تقريبا يعني. خلينا نرسمه لون تاني احسن عشان يبان كده، يعني هو المفروض يكون اضيق من كده شويه بس مش مشكله، يعني هي ايه الرسمه تكون بالشكل ده. هنا طبعا اكتب محور واي واكتب محور ايه الاكس.
طبعا لازم يعدي على النقطة زيرو، بيقول لي اكس يساوي زيرو، واي يساوي تسعة، واي يساوي تسعة ده هيكون النقطة تسعة، نعتبرها هنا كده مثلا ونقول له كده، نقفلها كده واي يساوي تسعة. معلش بقى الرسم هنا يحتاج يعني مسطرة او كده، لكن تسعة كده. طبعا هذه المنطقة اللي هتدور كلها كاملة هتدور حول محور مين؟ اكس ولا واي؟ حسب السؤال نقول له هتدور حول الواي، يعني الدوران كده. طيب تمام. طب دي ديسك ولا ووشر؟ نقول له دي ديسك، لان هي اساسا دالة واحدة بس اللي بتدور ومفيش فراغ في النص، يعني بعد ما تدور دي هتطلع لي، تخيل بقى الرسمة كده، تطلع لي حاجة مخروطية بس منحنية شوية. يبقى هنا الفوليوم في بتساوي باي انتجرال من 0 الى 9 اللي بتدور حوالين واي، دي حدود الواي. طب عايز الداله تكون صريحه في اكس ولا صريحه في واي؟ اقول له صريحه في اكس، يعني اكس يساوي 2 جذر واي، دي تمشي معانا. 2 جذر واي الكل تربيع، ماشي، بالنسبه الى واي تمام. طيب احسب بقى يا عم، خلاص كده مفيش اي مشكله. هتربع ال2 تبقى 4 والجذر واي تبقى واي، يبقى 4 واي تربيع. 4 واي تربيع يبقى 4 واي عفوا 2 هيبقى 4، يعني نحسبها دي مش مشكله. جذر الواي تربيع يطلع ايه؟ واي. لما اكامل هيبقى 4 واي تربيع على 2. طيب واي تربيع على 2 يعني 9 تربيع، 81 في 4 يعني 162 باي، يساوي 162 باي. طبعا التفصيل يعني الخطوه اللي هي فيها التكامل والطرح بسيط، تقدر تعملها لوحدك بناء على ما درست في شابتر في شابتر 1 و 2 و 3 الثلاثه، يعني خصوصا المساله دي تعتبر تبع شابتر 3 اللي هو الديفينيت انتجرال اللي هو التكامل المحدد. كده يكون انتهى موضوع الفوليوم اوف ريفوليوشن، ويكون فاضل لنا درس واحد بس اللي هو 4 6 4 6 اللي هو الهايبربوليك فانكشنز. هنشوف ازاي تعريفاتهم وازاي تكاملاتهم، وده يكون اخر درس معانا ان شاء الله الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.